القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز عناوينها. الرئيس: نأمل في أن يتفهم الشعب الإثيوبي شواغل المصريين بشأن المياه. إحالة المستشار زكريا عبد العزيز لمجلس الصلاحية والتأديب. عجوزة مصرية تعود للحياة بعد أن توقف قلبها 45 دقيقة. وإليكم تفاصيل النشرة. نعول على تفهم الشعب الإثيوبي لشواغل أشقائه في مصر الذي يمثل نهر النيل، مصر هو الوحيد في المياه. هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه مع وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبي قائلا: التفهم يتعين أن يكون متبادلا، فمصر تقدم مخاوف إثيوبيا من تكرار مشاهد المجاعة التي ضربتها في عقد التسعينيات والتي ألمتنا جميعا، ونتمنى ألا تتكرر مرة أخرى. واستمع الرئيس على مدار ساعتين إلى أسئلة الوفد مشددا على احترام مصر حق إثيوبيا في التنمية، ولكنه في نفس الوقت تطلب من إثيوبيا أن تراعي مصالح مصر وحقها في المياه. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه الدعوة للوفد الإثيوبي لتنظيم زيارات متبادلة لبث الطمأنينة في نفوس أبناء الشعبين الشقيقين. وكان الرئيس قد التقى بنحو 70 شخصا من مختلف شرائح الشعب الإثيوبي، بينهم مفكرون وكتاب ونواب في البرلمان ورياضيون وإعلاميون وشخصيات عامة. قرر المستشار محفوظ صابر وزير العدل إحالة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق لمجلس الصلاحية والتأديب. وجاء القرار على خلفية المذكرة التي أعدها المستشار صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق في البلاغ المقدم من عدد من أعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن القضاء، والتي تتهم زكريا عبد العزيز باقتحام مقر أمن الدولة أثناء محاصرته من قبل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير. يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يحال فيها عبد العزيز لمجلس الصلاحية والتأديب. أحال الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم مدير البوابة الإلكترونية بالوزارة والمسؤول عن مسابقة 30 ألف معلم إلى التحقيق لصعوبة وصول المتقدمين في المسابقة إلى معرفة نتيجتهم على الموقع الرسمي للوزارة بعد الإعلان عنها، حيث لم يتخذ الإجراءات اللازمة التي تحقق أفضل خدمة للمواطنين في الكشف عن أسمائهم. أعلن مصدر أمني بشمال سيناء أن القوات اكتشفت 4 عبوات ناسفة زرعها مجهولون على طريق القوات بمناطق مختلفة شرق العريش ورفح والشيخ زويد، وتم تفجيرها من دون أن تسبب بأي ضرر. كما قامت القوات بإلقاء القبض على 9 مشتبها بهم ودمرت عدد 16 وعدد 5 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، وتحفظت على 2 سيارات، كما أزالت 3 منازل في المنطقة العازلة برفح، ليصل إجمالي المنازل التي تمت إزالتها 1062 منزلا من بين 1220 مقررا إزالتها. قصة تعيد الاعتبار للطبيب المصري. فقد قام الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ القلب بمعهد القلب القومي باستعراض حالة نادرة بالمؤتمر السنوي للأزمات القلبية وقصور الشريان التاجي لسيدة تبلغ من العمر 70 عاما تعرضت لتوقف بالقلب لمدة 45 دقيقة نتيجة حدوث جلطة حادة بشرياني القلب الرئيسيين، وتم إنقاذ حياتها بعمل إنعاش القلب وشفط الجلطات وتركيب دعامات بشرايين القلب، وذلك بمعهد القلب القومي حيث تم إجراء العملية بنجاح وبالمجان. هذه الحالة تعتبر من الحالات النادرة التي يتوقف القلب عن العمل لمدة طويلة ويعود مرة أخرى إلى العمل من دون حدوث مضاعفات وخصوصا على المخ. والآن مع معلومة تكنولوجية جديدة يقدمها الدكتور محمد الجندي. اتفضل يا دكتور. شكرا جيسيكا. الفيسبوك أعلنت أنها تتعاون مع شركة اسمها داتا سيفت علشان تعمل تحليل دقيق للي بيتكلم فيه الناس على شبكة الفيسبوك. البيانات دي هتكون عبارة عن تقارير دقيقة وإحصائيات للمواضيع المنتشرة على شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر وربطها باهتمامات المعلنين. الفيسبوك بتقول إنها بالطريقة دي هتساعد المعلنين إنهم يفهموا مستخدمي الفيسبوك بيفكروا في إيه وبيحبوا إيه وعايزين إيه. وأنا قلت لحضراتكم الموضوع ده قبل كده في حلقات تيك توك، وقلنا إن الفيسبوك أساساً موقع سايكولوجي، يعني بيستغل الحالة النفسية لرواده. يا ريت الناس تاخد بالها هي بتكتب ايه على الفيسبوك، لان اللي في دماغك سهل يتعرف من اللي بتكتبه. استنونا في معلومات تكنولوجية جديدة. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات اخرى باذن الله.